حبيبي. الفكرة وين؟ أنه المأمون يوم من الأيام كان يقف على شرفة قصره. طبعاً أبغاك بس تصور المشهد، أنه المأمون على شرفة القصر والناس ينتظرون تحت، وزراء وأمراء وكبراء وشعراء وسادة، وشاف واحد يمشي مقبل على القصر وأخذ فحمة وكتب على جدار القصر. وش كتب؟ وش كتب؟ ما يدري المأمون وش كتب. آه. حلو؟ فنادى الحرس وقال لهم جيبوا لنا الأخ الكريم اللي كتب على ذا. ونزل هو إلى مجلسه وجلس على كرسي الخلافة وعرش الملك، وأدخلوا هذا الرجل. قالوا له هذا الرجل كتب: يا قصر جمع فيك الشؤم واللوم، متى يعشعش في أركانك البوم. إيش معنى؟ يعني الناس اللي داخلك إيش؟ لؤمة. الناس اللي داخلك يعني أنواع السب والشتم، متى يعشعش في أركانك البوم. البوم وين يجي؟ البومة، الأماكن المهجورة، الأماكن المهجورة، الأماكن الخربة. قال له: ما حملك على هذا؟ ليش تقول الكلام هذا؟ يعني وش الداعي؟ بيني وبينك خلاف عداوة. قال له: والله أنا رجل معدم وفقير، ومريت مع القصر هذا الكبير، فرأيت يعني بنفسي، سولف مع نفسه هو، تعرف الواحد أحيانا هوجس يشوف مكان كبير ولا شيء، زي فايز كذا، ما أدري والله فايز يسوي الحركات هذه، هوجس كلنا نهوجس. فقال: أعلم أن في هذا القصر من الخدم والحشم والأواني والذهب وكل شيء جميل، وأنا معدم فقير. فقلت في نفسي: لو أن هذا القصر خرابه الآن دخلت فيه ولا أعدم أني أجد أقل شيء رخامة فأبيعها فأسد جوعي. شوف كيف التفكير، لقى المخرج. أيوة. فقال له المأمون: انطلق، يعني عفا عنه، ولك 100,000 دينار كل سنة ما دام هذا القصر عامرا بأهله، ما دمنا احنا عايشين بخير وسعادة وخير وزيادة، فلك منا 1,000 دينار كل سنة. فصار يجيهم كل سنة ياخذ 1,000 دينار. حلو. الفكرة وين؟ الفكرة في كسب القلوب. يا سلام. يعني كان المأمون يقدر يقول له: تعال السيف والنطع وانتهينا. يعني تألفه. ايوه تألفه. وحنا الحين نتكلم عن وشو يوم قال عماد انه تكسب معانا عماد، تكسب الثاني، تكسب قلب الشخص الثاني، فنقدر نربط بينهم. صح، لان هو كان طبعا ممكن هذا الشخص لما كتب الابيات هو يطلب شيء ولكن طلبه بطريقه مختلفه. صح. فكان الخليفه قال له نعم لما بعطيك دراهم بس باسلوب ارقى يعني. في النهايه اعطاه. صح. صح. دراهم. لذلك على فكره مش على ترى انا استمتع جدا بطرحك، زدنا من القصص، ترى انا انتظر من قصتين ثلاث. عماد نفس الشيء. شوف انا ماني قصاص.